وللحديث عن الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي العراقي الدكتور أحمد كسارس. دكتور أحمد، مرحبا بكم. يعني كما تلاحظون شد وجذب بين الكتل السياسية بشأن نتائج الانتخابات التي شابها الكثير من التزوير، لكن دكتور، هل هذه من صفات انهيار العملية السياسية في العراق؟ اهلا بك وبمشاهديك ومتابعيك الكرام. اهلا دكتور. الحقيقه اليوم يعني الكلام عن النتائج الانتخابات يعني بات ليس من الاناس خارج العمليه السياسيه او المعارضين لها، وانما الان شواهدنا من داخل العمليه السياسيه ومن برلمانيين ومن حقوقيين حقوق جمعيات حقوقيه في داخل العراق. اليوم هذه الطامة الكبرى التي وقعت في الانتخابات وما شابهها من تزوير ومد اليد على أناس أبرياء بسبب الانتخابات وصل إلى قتلهم، كما هذه العائلة البريئة في 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 ديالة في التي جاءت في تقريركم، حقيقة مآسي كلها من جراء هذه الأصوات التي لا يراد حتى للأصوات المشاركة يعني أن تكون نزيهة ضيفة على 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 استحياء من نسبة المشاركين في هذه الانتخابات الأخيرة. وللعراق يعني المفروض يكون أسوة وقدوة بجاره تركيا التي خرجت بانتخابات يعني سريعة ونزيهة ونظيفة على كافة المقاييس. فهذا التأخير كله يؤدي إلى مشاكل عديدة، هذه المشاكل تخص الشارع العراقي ولا تخص السياسيين، السياسيون سيقعدون في تحت قبة البرلمان اليوم أو غدا أو بعد شهر. هذه الإجراءات كلها يتحملها المواطن العراقي الذي يسعى إلى لقمة عيشه على الأقل. طيب دكتور، إذا كان المواطن يتحمل وزر الاضطرابات في الانتخابات التي حدثت في أيار مايو الماضي، ولكن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تحدثت عن أن عملية العدوى الفرز اليدوي يعد التفافا وصفته بالصارخ على قانون الانتخابات، لكن هنا سؤالي، من المستفيد الأكبر من هذه الاضطرابات السياسية دكتور؟ المواطن العراقي ليس له دخل في هذه العملية، هو لم يشارك، من شارك هو 18% مثلا الذين ذهبوا، الباقون معارضون لكل هذا الوضع. فبالتالي الناس يعني الأبرياء الذين جلسوا في بيوتهم وقاطعوا هذه الانتخابات بإرادتهم أو بتوجيه الحقوقيين أو أصحاب الرأي الوطني الحر، هؤلاء لا يتحملون شيء من هذه المسؤولية. هذه الانتخابات وراءها ما وراءها من أجندة خارجية، الدول التي تريد من العراق شيئا تحسم أمرها بعد. فبالتالي عندك الآن هذه النتائج ما زالت قيد المداولة، ملف انتخابات يدار خارج العراق، فبالتالي هذه الصناديق تذهب من هنا وتأتي من هنا وتحترق هنا وتسقط هنا، هذه كلها عمليات تأخيرية لأجل حسم الموضوع الملف الانتخابات من العراق. طيب من المستفيد في ذلك دكتور؟ المستفيد هي الأجندة الخارجية التي تدعم هذه الأحزاب التي يراد لها الفوز، وهذه الأسماء التي يراد لها أن تبقى في العراق لمزيد من الدمار والتأخر والتراجع الحضاري لاسم هذا البلد. فبالتالي هؤلاء يريدون أسماء معينة ويريدون أحزاب معينة، يريدون كتل معينة، هذا هو الخلاف الحاصل وهو خارج موضوع الأصوات. دكتور، لو نأخذ تصريح مثلا النائب السابق فتاح الشيخ، قال إن المحاصصة ستبقى سائدة في المشهد السياسي، ولكن هناك ربما تحالف وصف نفسه بأنه عابر للطائفية، هل تعتقد أنه سينجح في هذا الوقت تحديدا؟ هذا الصوت عابر للطائفية صوت ضعيف داخل هذه العملية السياسية، أين كان منذ سنوات والحرب الطائفية والمسألة الطائفية تؤجج بين فترة وأخرى؟ هذا الصوت الذي جاء متأخرا وخير من أن لا نعم، لكن هذا الصوت لا يقدم ولا يؤخر وسط هذا الضجيج الحزبي التحالفي بين المكونات الكبيرة، فهذا الصوت يضيع بين هذه الأصوات التي تريد أن تبقى
مستوى مرتفعا في العراق. دكتور أحمد، تصريح حيدر العبادي قال إن هناك من يسعى لإيصال الصراع السياسي إلى نقطة لا عودة، العبادي من يقصد بذلك من وجهة نظركم طبعا؟ يعني هو طبعا يقصد الذين هم مثلا خارج العملية السياسية أو الذين دخلوا العملية السياسية جديدا، فهم طبعا هم يريدون يعني الحزب الحاكم الذي كان في الفترة السابقة يريد أن يبقى ويبقى بقوة ويدخل بتحالف جديد. هذا التحالف يجب أن يكون يعني الأقرب يعني لكي يشكل منه الحكومة. الحكومة الحالية أو البرلمان السابق لا يريدون سحب البساط من تحتهم، يريدون المحافظة على مكتسباتهم ومنجزاتهم في ظل العملية السياسية منذ سنوات، لا يريدون خسارة أي شيء، بالتالي تمسكهم يعني بهذه الانتخابات وغيرها والقادمة إن بقى الوضع على ما هو عليه ما هو إلا مزيد من استنزاف ثروات هذا البلد واستحقاقاته السياسية. من الدوحة الأكاديمي العراقي الدكتور أحمد كسار، شكرا جزيلا لكم.